أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول على الملابس والصلاة فيها؟ هل هي نجسة تمنع من صحة الصلاة؟ هذا كثر الكلام فيه، ولكن هذا الذي يقال إن فيه كحول، إذا ثبت إن فيه كحول، ثبت إن فيه كحول، وإذا شرب يسكر فهذا خمر، إذا شرب يسكر هذا خمر ولو هو طيب يعتبر من الخمر، أما إذا كان لا يسكر فليس هو من الخمر. نعم، العبرة بوجود الإسكار لمن شربه أو شمه، وجود الإسكار فيه أي سمى خمرا، ما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام، فكثيره حرام. نعم.